الاهم الاهم ان لازم نكون بنلعب على كل ده. خلي بالك انت هتلعب في افريقيا. اه طبعا. والنهارده مسؤول سان داونز محلل الاداء بتاعهم كان موجود في المباراه بيحضر. فده فريق سان داونز فرقه رخمه على فكره. ماتش سان داونز هيبقى اصعب من ماتش الزمالك من وجهه نظري. سان داونز فرقه اتقل فنيا واقوى وعندها سرعات وعندها مدرب متمرس افريقيا. فمن وجهه نظري لازم نستعد بشكل كويس الاول نعدي. انا شايف اكتر فرقتين استفادوا سان داونز وحسنيه اغاديه. آه بعد مباراه اليوم استهلكوا ان لعيبه الاهلي استهلكت بدنيا ولعيبه الزمالك هناك بقى. الله اعلم هيقدر يعمل تغيير بقى كتير في مش عارف يعني. عندنا في احتياط عندنا. لكن انت كمدير فني هتعمل التغيير دي ولا مش هتعملها؟ طبعا. لو عملتها هتكسب بيها ولا مش هتكسب بيها؟ انت عندك لعيبه برضه خبراء يعني. احمد فتحي ده هو لازم ياخد. حمدي فتحي ان شاء الله لما يرجع. ازارو نزل الشوط الثاني برضه هياخد. فمن الممكن ان احنا عندك حسين الشحات ما لعبش. عندك جيرالدو ما بيلعبش في دوري ابطال افريقيا ممكن يلعب في الدوري. النادي الاهلي عنده حلول كتير يعني. النادي الاهلي بصراحه عنده دكه قويه قوي وعنده حلول كتير يقدر يعمل الروتيشن عكس نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده لو فرجاني ساسي وقع او طارق حامد وقع وسط الملعب بتاعهم ضاع. يعني ما عندهمش دكه قويه بنفس اللي موجوده في النادي الاهلي. النهارده انت عندك واحد زي احمد فتحي احسن باك يمين في يمكن في مصر طبعا يعني في على الفترات السنين الاخيره مثلا قاعد احتياطي. جيرالدو مثلا موجود. عندك ازارو اللي هو هداف الدوري السنه اللي فاتت موجود. عندك دكه كتير قوي يعني. حسين الشحات يعني ياسر ابراهيم في كل مكان. وليد سليمان ده لوحده حكايه. وليد سليمان السنه اللي فاتت موصلك لوحده نهائي دوري ابطال افريقيا. كريم نيدفيد لما يرجع. وبعدين وليد سليمان ده لوحده حل يعني. وليد سليمان ده يا رب يلحق ماتش سان داونز. حله حل في صانع الالعاب. حل في مركز الجناح. وليد سليمان ده لوحده يا ريت يا رب يرجع قبل ماتش سان داونز ان شاء الله. عموما نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمه. وزي ما الدكتور احمد قال هي مباريات لسه بدري في الدوري. وان شاء الله بقى نلعب مباراه الاتحاد ونبتدي نركز على مباراه سان داونز في البطوله الافريقيه. انا بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معانا وعلى الاحصاءات اللي دايما بتعملها. شكرا. وان شاء الله وانت بتعملها بايديك الاحصاءات دي عشان برضو الناس تفهم يعني. اه طبعا ان شاء الله يعني باذن الله نكسب الاتحاد ونخش بقى على سان داونز ونستعد كده ونرجع باذن الله اقوى يعني. ان شاء الله. نتمنى يا رب كل التوفيق في المباريات القادمه للنادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معانا النهارده. هنطلع فاصل وبعدين بقى الفقره الاخيره في حلقه اليوم. القمه 117 اهلي وزمالك وانتهت بالتعادل السلبي زي ما قلت لحضراتكم. وليبقى الوضع على ما هو عليه.